سنويا تخصص شركة كيم جي رام داس مبالغا مالية من أجل الهدايا والتوزيع لزوارها مع التقويم السنوي، ولكن في هذه السنة قررت إشراقة جناح كيم جي رام داس لتنمية المجتمع استغلال هذه الأموال من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، ودمجتها مع بعض لتكوين هدية جميلة بالطابع المحلي العريق كونتها أياد عمانية من مختلف بقاع السلطنة، بدءاً من سلة الخوصة مصنوعة يدوياً من خوصة للسعفيات لتمنح الهدية طابعاً محلياً قديماً. عمان خوصة للسعفيات، أجيب هذا الخوص وأجيبه من النخلة شرخة هيبسة قصة خطة وشرخة تكتب خوصة بحضة تسميه تشريخ خطة منه وقشمته، أول أفلق الخوصة في الثنينة وبعدين أربعة أو ثلاثة كبيرة ثلاثة أو أربعة. ومن بهلة وتحديداً من مصنع العلوي للفخار جلبنا مجموعة متنوعة من الفخاريات التي تنسج من خلالها حضارة عمان قديماً وطريقتهم في تطهير الماء. تحضير التربة أولاً بأنواعها ومن ثم خلطها مع الماء، وبعد أن تجف التربة بعض الشيء نقوم بعجنها عجن دقيق وجيد، ومن ثم تتم عملية الثالثة عملية التشكيل. لم ننسى العسل العماني الشهير من دكان العسل الذي جلب من جبال ووديان السلطنة، ويشهد سوقه إقبالا كبيرا بسبب تعدد استعماله بين أغراض علاجية وأطعمة محلية. عسل الجبلي أبو طويق هذا عسل الإنسان ما تدخل فيه أبدا، يكون من أعالي الجبال، الإنسان يبحث عنه يشوف يعني النحل هذا النحل البري وين يروح، وين هذا فيه معارف، في يعني يتقصى هذا النحل وين تمشي النحلة كيف يجيب يعني يتبع إلى كهوف في الجبال العالية. وزينت السلة بورود وشموع ملونة ذات رائحة عطرية صنعت بأيادي مجموعة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة كبرنامج تأهيلي وعلاج طبيعي من أجل تحفيزهم على ممارسة الأنشطة البدنية والذهنية. وراء كل عمل متميز قصة عظيمة تروى من خلال النظر إلى تفاصيل المنتج. هذه كانت رسائل أصحاب المشاريع التي دعمتها إشراقة ومنحتها بريقا من الأمل. إشراقة بريق من الأمل. كيم جي رام داس.